وزير وضعيه المزريه لبعض الطرق بالمملكه المغربيه للسيدات والساده المحترمين من فريق التجمع الوطني الاحرار. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير، بعد الطرق بالمملكه وخاصه باقليم بركان الجهه الشرقيه تلاشت واصبحت في وضعيه المزريه. ما هي استراتيجيه الوزاره في هذا المجال لتقويم هذا الوضع؟ وشكرا. تفضلوا السيد الوزير. لا انا كنت عندي السؤال عام حقا، ما انتبهتش شكون اللي كيطرح السؤال باش نوجد يعني شنو درنا في الاقليم، فدرتها مع اخرين وكما انتبهش هذا. كنشكركم على هذا السؤال، كان كيمكن لي نقول لكم بالنسبه كيفاش كننظروا لهذا الشيء. اولا ما نتكلمش على العالم القروي اللي الان الحمد لله البرنامج الاول والثاني الدوله قامت واحد مجهود جبار، دابا الان مجهود اكثر من جبار في المرحله المقبله باش نمشيو لحوالي 28 الف كيلومتر في العالم القروي وغنمشيو للجماعات اللي ما استفدتش او انها محاصره. الامر الثاني ان كاين سياسه ديال التاهيل، في ظرف اربع سنوات ربحنا حوالي 5.5 نقاط في المجال ديال التاهيل. ثالثا مشينا لبعض المحاور الطرقيه الرئيسيه اللي عليها اشكالات بحال مثلا بركان السعيديه، تم الاتفاق على اننا نوسعوها لان طريق سياحيه، كل ما هو سياحي او ما هو يخدم الاقتصاد حاولنا ما امكن نستثمروا فيه اكثر، وحنا جاهزين الى كان ممكن نديروا اتفاقيه مع بركان، لان باقي ما درناش الاتفاقيه تنظن باقي 5 الاقاليم ولا 6 باش يولي عندنا الان نظره ديال 2016 2020 ان شاء الله مستقبليه جميع الاقاليم في المملكه. شكرا سيدي الوزير، الكلمه لكم سيدي النائب، تفضلوا. شكرا السيد الوزير على جوابكم. فعلا نسمي المجهودات الجبارة التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال شيء باين، ولكن السيد الوزير دائما في اقليم بركان كنا تقدمنا لكم الطلب باش نربطوا المحطة السياحية السعيدية بطريق السيار، وكنت وعدتونا باش غادي تعطيو انطلاق دراسة المشروع في 2015، لم يتم ذلك. كنت وعدتونا كذلك توسيع طريق الجهوية العيون بركان بسبعة أمتار في انتظار خلق طريق سيار. هذا الطريق الذي يمر بتفوغات التي تعتبر منطقة سياحية بامتياز ولكن مهمشة بسبب غياب هذه البنية التحتية. كذلك القطب الفلاحي مذاغ بركان هو يندرج في استراتيجيات الكبرى للبلاد ولكن أضحى معزولا. الطرق التي تربط المدينة أو طريق السيار بهذا القطب ولا بالميناء الناظور هشة جدا ولا تتسع إلا لسكان الدواوير والقرى المجاورة، فلا يمكن لهذا القطب الفلاحي أن يعطي المردود ديالو المنوط به. كذلك السيد الوزير نشكركم على انطلاق مشروع ديال بركان زكزل، كنت وعدتونا وقمت به ولكن المشروع تعذر في وسط الطريق أشغال حبسة. وبالنسبه لتثنيه الطريق السعيديه بركان كنت وعدتونا السيد الوزير باش غادي تنطلق. شكرا السيد نائب المحترم.